أيوة بناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات الجبر. احنا النهاردة هنبدأ بموضوع جميل جدا ومهم جدا، وهو موضوع المحددات، لأن محتاجه لإيجاد المعكوس الضربي للمصفوفات. عارفين المصفوفة قلنا عبارة عن صفوف وأعمدة، لكن ما اقدرش اجيب قيمة عدد للمصفوفة، قيمة عددية يعني. لكن النهاردة هناخد محددة، اللي هي محددة المصفوفة تعبر عن عدد. اقول مثلا لو عندي مصفوفة مربعة، يعني عدد صفوف يساوي عدد الأعمدة على النصب 2 في 2 على النصب 3 في 3، يبقى مش هقدر اجيب محددة لمصفوفة غير مربعة. اقول مصفوفة مربعة يناظرها ايه؟ محددة، اقدر اجيب قيمتها. لو عندي مصفوفة الف مثلا بالمنظر ده كده، اقول مثلا 5 2 4 3 مثلا، اقدر اجيب محددتها دي على النصب 2 في 2. ايوه اقدر اجيب محددتها وارمز له بالرمز محددة الف او بالرمز دلتا. عبارة عن ايه؟ هحط بالظبط كده العصايتين دول واحط عناصر المصفوفة اللي هي ايه؟ 5 2 4 3، وتقرأ المحددة او دلتا او محددة المصفوفة الف. دي تتفك، ايوه تمثل المحددة ليها قيمة عددية، اي عدد ينتمي الى ح، يقول يعني ممكن يكون موجب، ممكن يكون سالب، ممكن يكون صفر، ايوه ممكن يكون كسر، ايوه ممكن يكون جذر، ايوه ممكن يكون اي عدد من ح، اي عدد من ح. افكه ازاي؟ خد بالك من الكلام ده، قطر رئيسي وده قطر غير رئيسي. يقول لي عرفت الرئيسي منين؟ اقول كده اللي هو فيه عدد رتبة الصف تساوي رتبة العمود. قلنا الف واحد واحد، الف واحد اتنين، الف اتنين واحد، الف اتنين اتنين. رتب هنا اهي، رتب عدد رتب الصف تساوي رتبة العمود، ايوه رتب الصف تساوي رتبة العمود، ايوه. يبقى دي عناصر القطر الرئيسي، عناصر القطر الرئيسي، ودي عناصر القطر الاخر او الغير رئيسي. اما اجي افك بقى، اضرب عناصر القطر الرئيسي الاول، 5 في 3 15 ناقص ايه؟ قانون. حاصل ضرب عناصر القطر الاخر، 2 في 4 8، اطرح يديني 7، جبت قيمة المحددة. كلام رائع جدا. ده ايه؟ من الرتبة التانية، محددة من الرتبة التانية، يعني كانت المصفوفة بتاعتها على النصب 2 في 2. كمان تمرين اقول لك، اوجد قيمة المحددة 2 سالب 1 4 5 بتساوي ايه؟ يقول لي سهلة خلاص عرفت اللعبة، 2 في 5 10 ناقص قانون، هضرب سالب 1 في 4 يديني سالب 4، جمع يبقى سالب في سالب بموجب 4 و10 14. كلام رائع جدا. تاني، اوجد قيمة المحددة 2 4 3 5. يقول لي اضرب الاول عناصر القطر الرئيسي 10 ناقص 4 في 3 12 يديني سالب 2، كمان واحدة اقول 2 سالب 1 5 0. حبايبي عرفوا اللعبة، 2 في 0 0 ناقص قانون، حاصل ضرب القطر غير الرئيسي يديني سالب 5 في سالب يديني موجب 5. اعتقد طريقة سهلة وممتعة جدا. تعال ناخد محددة بقى على النصب او من الرتبة التالتة اللي هي على ايه؟ 3 في 3. اقول كده اوجد قيمة المحددة 3 2 سالب 1 4 1 5 2 سالب 3 1. يقول لي اولا هنا في ملحوظة مهمة جدا، اشارات الحدود اعرفها ازاي؟ خد بالك انا هقول لك الاشارة الاول، اقول لها هنا موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب. يقول لي ايه الاشارات دي؟ اقول لها اشارات العوامل المرافقة،
يقول لي جبتها منين؟ عرفتها منين؟ اقول له هنا الحد الف واحد واحد صح؟ يقول لي ايوه. اجمع الاشاره سالب واحد اهي الكل اس، اجمع الرتبتين دول واحد زائد واحد يقول لي اتنين، سالب واحد تربيع يديني موجب واحد، يبقى الاشاره عندي موجبه. عرفت الاشاره جت منين؟ تاني ده ايه؟ الف واحد اتنين، يبقى عباره عن سالب واحد الكل اس، اجمع الرتبه واحد زائد اتنين ثلاثه، سالب وفردي يديك سالب، يديك الاشاره. يقول لي ايوه. طب اعرفها منين؟ هنا خد بالك اشارات العوامل المرافقه للقطرين، شايف؟ ادي قطر كله موجب 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 موجب، طب والقطر الثاني موجب موجب موجب، وبقيه العناصر اشارتها سالبه، يبقى عرفت اللعبه. ونستطيع فك المحدده عن طريق عناصر اي سطح او اي عمود، نستطيع فك المحدده عن طريق عناصر اي سطح اي سطح او اي عمود، ويطلع نفس الناتج. ايوه يطلع نفس الناتج، هو هو من خواص المحددات مهمه جدا. فرضا انا هفك بعناصر الصف الاول، فرضا اقول كده الاولاني موجب ايه؟ الاشاره فوق موجبه يضرب في ثلاثه يبقى موجب ثلاثه، وبعدين الغي الصف، انا بتكلم على العنصر الاولاني، الغي الصف بتاعه اهو، الغي العمود مالين المحدده المتبقيه. يقول لي ايوه المحدده اللي باقيه 1 5 ثالث 3 1، اللي بعديها سالب 2، الغي الصف الغي العمود الغي الصف الغي العمود، يتفضل ايه؟ يقول لي 4 2 5 1، اللي بعديها موجب في سالب 1 يديني سالب 1، الغي الصف الغي العمود اتفضل ايه؟ 4 2 1 سالب 3، يبقى 3 في، هنفك بقى ناقص 2 في ناقص 1 في، تعالى فك معايا. يقول لي 1 في 1 ب 1 ناقص قانون سالب 15 يبقى زائد 15، فك معايا 4 في 1 4 ناقص 5 في 2 ب 10، 4 في سالب 3 سالب 12 ناقص 2، جمع 16 في 3 48، جمع سالب 6 في سالب 2 موجب 12، جمع سالب 14 في سالب يديني موجب 14، الناتج يديني 74، ولا احلى ولا اجمل من كده. تعال نشوف فكرة اللي بعدها، اقول حالات خاصة، خد بالك من الكلام، اقول لك كده خواص جميلة جدا، خواص المحددات، اقول لك 2 3 5 دي من الرتبة الثالثة، محددة من الرتبة الثالثة، خد بالك من الكلام. فين القطر الرئيسي؟ اهو. لو في رتبة الصف تساوي رتبة العمود، ده القطر الرئيسي. بص كده في مثلث اصفار، ايوه في مثلث اصفار اسفل القطر الرئيسي او اعلى القطر الرئيسي، شايف؟ مثلث اصفار سواء اسفل القطر الرئيسي او تحت، او اعلى القطر الرئيسي اهو، ده مثلث اصفار شايفه؟ فوق القطر الرئيسي ايوه، او اعلى القطر الرئيسي ايوه، تسمى محدده مثلثيه جميله جدا جدا. طب استفيد منها ايه المحدده دي؟ يقول له ناتج المحدده مباشر، ايوه، حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي 2 في 4 في 3 يساوي 24. الله، يقول لي الله، طب ما لو مسكت فكيت عن طريق اي صف او اي عمود يطلع نفس الناتج؟ طبعا
يبقى الاصفار عاملين مثلث فوق او تحت القطر الرئيسي؟ ايوه، اضرب عناصر القطر الرئيسي 2 في 4 في 3 يطلع ب 24. طب افرض جه العكس بقى، يعني اداني هنا مثلا 3 5 2 واداني هنا الاصفار هنا، طيب يقول لي ايوه ده الاصفار هنا ايه؟ الاصفار هنا ايه؟ ده القطر الغير الرئيسي، الاصفار فوق القطر الغير الرئيسي. يقول لي ايوه، يبقى اعمل ايه؟ يبقى اغير اشاره. افتكر هضرب عناصر القطر غير الرئيسي، ايوه، واغير الاشاره. لو هو سالب اخليه موجب، لو هو موجب اخليه سالب. 2 في 5 ب 10 في 3 يبقى الناتج سالب 30. يبقى لو مثلث الاصفار فوق او تحت القطر الرئيسي، ايوه، يبقى ناتج، يبقى محدده مثلثيه والناتج حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي. طب لو كانت فوق او تحت عناصر القطر الاخر يبقى غير الاشاره، يبقى سالب حاصل ضرب عناصر القطر الغير الرئيسي. كلام جميل جدا، تطبيق مهم جدا. لو عندي مثلث ا ب ج ومعلوم عندي، معلوم عندي مثلث ا ب ج ومعلوم عندي احداثيات رؤوسه ا 3 و2 وب 5 وسالب واحد وجيم سالب أربعة وصفر، أقدر أجيب مساحة المثلث ألف ب جيم؟ أقول له أيوة عن طريق المحددة. إزاي؟ مساحة المثلث بتساوي نص مقياس ميم. مقياس ده كلا العصايتين دول مش محددة، دول مقياس. مقياس يعني إيه؟ يعني قيمة موجبة، قيمة مطلقة. يعني لو ميم دي طلعت سالبة هلغي الإشارة، يبقى المقياس بيلغي الإشارة السالبة. مين هو مين بقى؟ أقول له ميم بتساوي المحددة. مين المحددة؟ بص هنعملها إزاي؟ كده خد لي الأول كده العمود الأول محددة من الدرجة الثالثة، يعني كده 3 في 3. خد الأول العمود الأول هي الإحداثي السيني لنقط رؤوس المثلث 3 5 سالب 4. العمود الثاني هو الإحداثي الصادي للنقط أو رؤوس المثلث 2 سالب 1 0. العمود الثالث كله وحيد. يقول لي القانون ده منين؟ يعني كله كده في كل المسائل في مساحة المثلث عن طريق إحداثيات رؤوسه؟ أيوه، يبقى العمود الثالث دايماً دايماً وحيد كله. طب مين العمود الأول؟ هو الإحداث السيني للنقط. طب مين العمود الثاني؟ الإحداث الصادي للنقط. دي النقط دي كان في كام؟ 3 في 3. يقول لي الإشارات، يقول لي عرفنا اللعبة بقى خلاص. موجب سالب موجب، وهنا سالب وهنا موجب، هفك عن طريق العمود الثالث. قلت أقدر أفك المحددة عن طريق عناصر أي صف أو أي عمود. يبقى موجب واحد أهي والغي صف والغي عمود، سالب واحد اهي والغي صف والغي عمود، موجب واحد اهي والغي صف والغي عمود. اجيب المحدده الصغرى، الغي الصف الاول عمود عمود الاخير يديني الباقي، اقرا الباقي. جميل جدا، نفس القصه، سالب واحد الغي الصف الغي العمود، يبقى ثلاثة. جميل جدا اهو، الغي الصف بتاعك اهو، الغي الصف والغي العمود، يتفضل ايه؟ 3 2 سالب 4 0. الأخيرة واحد، أيوه، الغي الصف، الغي العمود، مالين المحددة؟ جميل جدا، 3 5 2 سالب 1. فك معايا 5 في 0 ب 0، ناقص قانون، سالب 1 في سالب 4 بموجب 4، وفي سالب قانون. ناقص 1. 3 في 0 0 ناقص قانون سالب 8 يديني موجب 8 زائد 3 في سالب 1 سالب 3 ناقص 2 في 5 ب 10 جمع سالب 13. هنا سالب 8 وسالب 4 يديني سالب 12 ناقص 13 يديني سالب 5
وعشرين. جبت ايه؟ جبت الميم. طب المساحة بتساوي ايه؟ يقول لي المساحة بتساوي نص مقياس ميم. يبقى مقياس ميم بكام؟ مقياس ميم تساوي مقياس سالب 25، يعني موجب 25. يبقى المساحة بتساوي ايه؟ المساحة بتساوي نص مقياس ميم، يعني 25 على 2، يعني بتساوي 12 ونص وحدة مربعة او وحدة مساحة. كلام ممتع جدا جدا جدا. قدرت اجيب مساحة المثلث عن طريق المحددة. طب اجي اقول لك كده، تطبيق رقم 2، اقدر احل معادلات باستخدام كرامر؟ اقول لك كده، اوجد باستخدام طريقة كرامر. طريقة كرامر، قلنا كرامر ده عالم استخدم المحددات في حل المعادلات. اقول لك كده، اوجد مجموعة حل المعادلتين 2 س ناقص 3 ص بتساوي 7، والمعادلة الثانية 3 س زائد 4 ص بتساوي 2 باستخدام طريقة كرامر. يقول لي ايوه، احنا خدنا المعادلتين دول في الاعدادي، فاكر سويت معاملات السين او معاملات الصاد والتخلص منها والحصول على قيمة صاد، وبعد كده اعوض اجيب قيمة سين. ده خدناها جبري وبياني، امثل ده وامثل ده واجيب نقطة التقاطع. خدت الفرقتين دول في اعدادي، هنحلها بطريقة جديدة النهاردة باستخدام طريقة كرامر اللي هي عن طريق المحددات. خد بالك من الكلام. اول لقطة ارتب سين صاد في طرف والحد المطلق في الطرف الاخر. سين تحت السين، صاد تحت الصاد، والحد المطلق في الطرف الاخر. رتبت؟ ايوه. هجيب ثلاث محددات، اول محددة اسمها دلتا، ثاني محددة اسمها دلتا سين، ثالث محددة اسمها دلتا صاد. مين دلتا؟ محددة المعاملات. معامل السين كام؟ يقول لي 2 3. معامل الصاد كام؟ اوعى تنسى الاشارات، 3 3 4. تسمى محددة المعاملات، ولا لازم اكون مرتب هنا؟ خد بالك من الكلام. طب دلتا س، اشيل عمود السين من الدلتا، ايوه، واحط مكانه الحد المطلق 7 2 والصاد زي ما هو. عايز دلتا ص، اشيل عمود الصاد من الدلتا واحط مكانه الحد المطلق والسين زي ما هو. تاني يا حبايبي، عايز دلتا س، شيل عمود السين في الدلتا وحط مكانه الحد المطلق والصاد زي ما هو. عايز دلتا ص، شيل عمود الصاد من الحد المطلق من الدلتا وحط مكانه الحد المطلق 7 2 والسين زي ما هو. فك معايا 2 في 4 ب 8 ناقص قانون اضرب سالب 9 في سالب بموجب 9 اجمع 17. المهم لا تساوي صفر، ده اهم حاجه. طب دلتا س، فك معايا 28 ناقص قانون اضرب سالب 6 في سالب يديني موجب 8 34. تنفتين باربعة ناقص قانون 7 في 3 21 يديني سالب 17. عايز ايه؟ عايز س، ما انا عايز حل المعادلة. عايز س وعايز ص، س بتساوي ايه؟ يقول لي دلتا س على دلتا. طب الص بتساوي ايه؟ دلتا ص على دلتا. دلتا س بكام؟ 34. دلتا بكام؟ 17. اقسم يديك 2. دلتا ص بكام؟ سالب 17 على دلتا بكام؟ 17 يديني سالب 1. مجموعة الحل الزوج المركب 2 و1، اوعى تنسى السين الاول وبعدين الصاد، ولازم احط زوج مركب. نحصل على مجموعة الحل عن طريق كرامر، ومسألة رائعة جدا. تعال نشوف الفكرة اللي بعدها. بقول لك كده، اوجد مجموعة حل المعادلة، ومديني معادلة عن طريق محدد. س ناقص 2 هنا سالب 1 هنا سالب 3 هنا س بتساوي 0. يقول لي سهلة، دي محددة. اضرب معايا حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي س في س ناقص 2 او س ناقص 2 في س، هي ايوه، ناقص حاصل ضرب القطر الاخر عناصر القطر الاخر. سالب 1 في سالب يديني موجب 3. يقول لي طب والناقص دي قانون، قلنا س ناقص 2 اضربها في س ناقص حاصل ضرب عناصر القطر الاخر تساوي صفر. عملت معادله، وزع معايا، يبقى س تربيع
ناقص 2 س ناقص 3 مقدار ثلاثي ونحلل مع بعض. ايوه س س 3 واحد ب3 الكبير ياخد النص. ايوه وهنا اشاره مخالفه، اما الاول بصفر ومنها س ب3 تاني بصفر س بسالب 1 مجموعه الحل مجموعه خد بالك 3 بسالب 1 او سالب 1 ب3 ما احطش ازواج مرتبه دي معادله من درجه الثانيه. يبقى مجموعه الحل 3 وسالب 1. اقول لك اذا كان المحدده ا ب ج د بتساوي 5 اوجد قيمه اولا المحدده 7 ا 7 ج ج ب 2 د. من خواص المحددات نستطيع اخذ عامل مشترك من اي صف او اي عمود، خد بالك من الكلام. من خواص المحددات يقول لي ايوه هاخد 7 مشترك من العمود الاول اهو، اتفضل ايه ألف جيم ودي زي ما هي. يقول لي انت خدت من العمود الاولاني بس، ايوه يعني مش من كل عنصر هنا طبعا. طب واحد تاني لماح يقول لي الله، طب ما انا هاخد 2 من العمود الثاني، يتفضل ايه؟ يتفضل ب د وده زي ما هو. يقول لي الله، طب ما ده قيمته عندنا في المعطى بكام؟ ب5. يبقى الناتج 7 في 2 في 5 يساوي 70، ولا اجمل ولا امتع من كده. المطلوب الثاني قلت لك المعطى ا ب ج د قيمه المحدده دي ب5، اوجد قيمه المطلوب الثاني، اوجد قيمه المحدده سالب 3 ا سالب ب 3 ج د. يقول لي ايه رايك؟ خد السالب كده الاول من الصف الاول، ايه رايك؟ ناخد سالب 1 من الصف الاول يديني 3 ا يديني ب، وهنا 3 ج وهنا د. واحد لعيب قال لي انا هاخد 3 من العمود الاول، يبقى 3 يتفضل ايه؟ ا ج وهنا ب وهنا د. الله دي عندنا بكام؟ يقول لي عندنا ب5، يبقى سالب 3 في 5 تساوي سالب 15، ولا اجمل ولا امتع من كده. تعال نشوف الفكره اللي بعدها، بقول لك اوجد قيمه المحدده ق سيتا ظا تربيع سيتا 1 ق سيتا. يقول لي ايه فك المحدده عادي جدا، حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي ق سيتا في ق سيتا، يبقى ق تربيع سيتا ناقص ظا تربيع في 1 بظا تربيع سيتا. يقول لي بتفكرنا بالمثلثات، فاكر المتطابقات؟ يقول لي ايوه المتطابقه اللي هي الثانيه 1 زائد ظا تربيع سيتا بتساوي ق تربيع سيتا، يبقى ق تربيع سيتا ناقص ظا تربيع سيتا بتساوي ايه؟ الله عليكم بتساوي 1، ولا احلى ولا اجمل من كده. اقول لك اوجد قيمه المحدده 2 3 سالب 1 0 2 5 0 0 4. يقول لي ايوه دي على الصوره المثلثيه بس فوق قطر الرئيسي، ايوه يبقى حاصل ضرب قطر الرئيسي، اضرب 2 في 2 في 4 يديني 16، ولا احلى ولا اجمل من كده. طب الاصفار جت لي هنا، الاصفار جت لي هنا، خد بالك 3 2 هنا 4 5 سالب 1 هنا 7. يقول لي ايوه ده الاصفار فوق عناصر القطر الغير رئيسي، اوعى تنسى تحط السالب، يبقى سالب حاصل ضربهم، يبقى 4 في 3 في سالب 1، سالب في سالب بموجب 12، ولا احلى ولا اجمل من كده. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا موضوع المحددات، وان شاء الله نتعامل في الحلقه القادمه او نقدر نجيب المعكوس الضربي للمصفوفه. في نهايه الحلقه اتمنى لكم انا وكل فريق العمل النجاح والتفوق دائما، وإلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.